بالظبط كده، زي ما قلنا احنا بنلعب قدام مانشستر سيتي، هنلعب بايه؟ هنلعب ب 3 4 1 2، او من الاخر 5 2 3، 5 2 3 نعتمد فيها على صانع العاب كويس زي برونو فرنانديز، ونعتمد فيها على اتنين جاريين زي مارسيال ودانيال جيمس وهاتورزا. احنا بنلعب مانشستر سيتي في اتنين مساكين بيمتازوا بالبطء زي فرناندينيو وتامندي، هنلاقي ما بينهم فراغات كتير. ده طبيعي جدا ان اولي جونر سولشاير يعمله، وطبيعي جدا ان اولي جونر سولشاير يلعب بالطريقه دي النهارده. تلاقي ويليامز ناحيه الشمال قدام لوك شو، وتلاقي وان بيساكا تحت لوندو لوف وهاري ماجواير في القلب، وتلاقي برونو فرنانديز قدام فريد وماتيتش، وتلاقي قدامهم دانيال جيمس ومارسيال زي ما قلنا. وانما مش مفترض خالص اللي عمله بيب جوردون الناحيه الثانيه، بيب جوردون الناحيه الثانيه بيلعب 4 3 3، بس 4 3 3 فيها هاف يمين في الفودن وتحتيه جو كانسيلو اللي هو مغير الجبهه كلها. طب معلش يعني هو انت باني الكلام ده على ايه؟ انت بتلعب بوتاماندي وبتلعب بفرناندينيو، يعني اتنين ما يدناش عليهم اي حاجه. غير كده ناحيه الشمال انت بتلعب زيرتشينكو، اللي هو انت مغير كام؟ انت مغير ثلاثه من الاربعه. طب ليه كده عامل حاجه؟ يعني ايه الثقه اللي انت جايبها في الناس دي؟ ولا انت مش جايب الثقه، انت جايب كمان الثقه في نص الملعب اللي هو رودري لحد دلوقتي لسه تايه في انجلترا، وجندوجان اللي هو ماتشاته اللي هو ماتش ريال مدريد هيفضل عايش عليه فتره طويله، وبرناردو سيلفا. برناردو سيلفا اللي النهارده كان سيء جدا كالعاده، الماتشات اللي هي بتلاقي في ماتشات الدوري خلاص، هو لعيبه السيتي رمت الدوري ورمت الموسم، بس ليه في الفودن؟ ليه مش رياض محرز في البدايه؟ ليه مش محرز؟ وليه مش جيسوس ناحيه الشمال؟ يعني جيسوس كان شغالها زي الفل، انما فجاه لما رحيم لعب له رباعيه حلوه قدام ريال راح مرجعه. يا حبيبي ده بيخنقنا وده بيتعبنا وبيجيب لنا حرق الدم وحرق اعصاب. بس بمناسبه اللي ليه وكميه السلسله دي، ربك كرم جوارديولا بعد كل اللي هو عمله بحارس مرمى ادرسون مورايش، سلم له الماتش تسليم اهالي لاول جون صوره شارب. كون انت عايز 3 نقط، انت غلبان وعايز تنافس على صعود لدوري ابطال اوروبا، خدهم، احنا مش عايزينهم. اللي هو هدف اول بتعدي من تحت ايده وما تعديش من تحت ايد حارس مفترض انه بيلعب فريق كبير بينافس على بطولات، وهدف تاني الراجل مستعجل عايز يجيب جون التعادل بسرعه، فمش ملاحظ ان ميندي عنده مشكله في السرعات وبيلعبها لسكوت ماكدوناي علشان خاطر يجيب جون، علشان خاطر الماتش بدل ما يخلص 1-0 بنتيجه غريبه يخلص 2-0 بنتيجه اغرب، اللي هو اهلا بكم في مرحله ما بعد البكاء. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد المقدمة اللي أنا قلتها دي بتقول أنت بتتكلم في إيه؟ بص يا اسطى، أنا من الآخر مشجع مانشستر سيتي، ومن الآخر يعني كان نفسي إن مانشستر سيتي النهارده يكسب علشان خاطر نخلص من المرحلة بتاعت مانشستر يونايتد، غلبك الماتشين رايح جاي وغلبك على ملعبك وأنت غلبه على ملعبه وخلاص نبقى ردينا الموضوع لبعض. فكرة إن إحنا ننافس على الدوري وخلاص خلصانة، فكرة إن كمان مانشستر يونايتد ينافس على الصعود لدوري أبطال أوروبا برضه موضوع صعب شوية، لأن اليونايتد الفرق ما بينه وبين تشيلسي 3 نقط، بس لا مؤاخذة يعني اليونايتد دي بالحاله دي يوصل دوري ابطال اوروبا يعني يا راجل، يعني يا راجل يا طيب، دول عندهم مشاكل في الفرق النص جدول، الفرق اللي مفترض ان هم يهاجموها، انما الفرق اللي مفترض ان هي كبيره عليهم زي مانشستر سيتي وزي ليفربول وزي تشيلسي مثلا بينزلوا يدافعوا قدامهم بيعرفوا يكسبوهم. اللي هو يعني في ايه بالظبط؟ ايه المعجم الغريب اللي ماشي فيه سولو تشاير؟ يعني بيعرف يكسب الفرق الكبيره وعنده مشكله مع الفرق بتاع نص الجدول وعنده معضله كبيره مع الفرق اللي هي في اخر الجدول. اللي هو عم سولو تشاير يعني نحط لك الفرق الكبيره بس ونخلص الدوري عليها؟ بس عادي، الكلام ده متوقعينه من رجل مسيرة شارع. انما النهارده بصراحه بيب جوارديولا كان الموضوع فاتح منه على البحر. يعني في ماتش قدام ارسنال يوم الاربعاء، بس مش معنى كده انك يعني تلبس الفرقه. يعني زيرتشينكو ما بيلعبش بقاله فتره طويله، ليه حطيته النهارده؟ جو كانسيلو ما بيلعبش، وكمان ما عايز واحد يسنده قدامه، اكيد مش هيكون في الفودن. يعني حاجات غريبه برضه، يعني ليه رحيم؟ يعني تألق وعمل ماتش كويس او عمل رعايه حلوه قدام ريال مدريد، بس ليه رحيم؟ وليه في الاخر يعني ما تفضل تبقى ماسك كوره والحياه بالنسبه لك حلوه، وتيجي عليك كوره غريبه قوي وتلاقي ان كاي جندوجان بيغلط فيها قدام برونو فرنانديز وبيديله فاول. فاول، شوف حاجه بديهيه، فاول اللي من على حدود منطقه الجزاء. برونو فرنانديز لعبها من فوق الاثنين اللي هو مفترض ان هم ماسكين مارسيال، اللي هم اجويرو راجع من خط الهجوم يعمل مسدد دفاعيه وبيراجع يمسك مارسيال، وكمان ضم عليه جندوجان، والاثنين غالبا طقشوا في بعض واتلعبت من وراهم. الشوطه شوطه وحشه قوي، اقرب بالقلشه بيقدر السيد اديرسون مورايس ان هو تتخطاه وتعدي منه والحياه تبقى حلوه. 1-0 خلاص، 1-0 خلصانه. هتلاقي صوره شاي بيدافع لك ب7 وعدي بقى. كده كده دي بروين غايب، محرز على الدكه، ما عندكش اي حلول. برناردو سيلفا ما عندوش خلق ان هو يلعب ماتش في بطوله خلصانه،
نص ملعبنا تايه في الفضل لما بتجي له الكره على ناحيه اليمين مش عارف يعدي من لوك شو، مش عارف يعدي من ويليامز، فبيقرر ان هو يلعبها ناحيه الشمال ناحيه رحيم، ورحيم طبعا بيقرر ان هو يرجع بيها لنص الملعب لرودري. رودري ما بيعرفش يتصرف، يجي معطيها لبرنالدو، برنالدو يلف نفس اللفه وهلوم مجره 45 دقيقه مالكش اي فرصه في الشوط الاول غير فرصه رحيم ستيرلينج جاب احراز الهدف. الشوط الثاني بيقرر بيب جوارديولا ان هو انا عملت حاجه غلط، انا هصححها، اللي هو رحيم في الفضول ليه بيلعب ناحيه اليمين، انا هنزل رياض، اللي هو تمام يعني وانت خسران ليه بتطلع برنالدو؟ طب ما مفترض ان انت خسران وما عندكش مشكله ان لعيبه نص الملعب يكون عندهم زيادات هجوميه. هو ما كانش في يومه وما كانش في حالته، بس انت اتاخرت وانت كده كده غلطت وخلاص، النتيجه بقت امر واقع وخسران، يلا نهاجم. لا انت بتقرر ان انت تطلعه، وكمان بتقرر ان انت تطلع اجويرو وتغييره فرود بفرود صريحه. طب ليه ليه خليت رحيم في الملعب؟ علشان خاطر يحرق دمنا، علشان لما الرياض يلعب له كره متاحه للتسجيل رحيم باشا يقلش وشوط الهواء. طب ما كنت طلعه وارحم من ام القرف ده، بس عادي بالنسبه لنا عادي يعني، الماتش عادي، ماتش مش محتاجين منه حاجه، بس مش معنى كده ان احنا محتاجين منه حرق الدم، ان انا افضل اجري النتيجه ومش عارف اخترق ومش عارف اعمل اي حاجه لان قدام دفاع محكم. في ايه؟ ده انا كسبت ريال مدريد وقلت خلاص عديت الفلنكات، بعد ما بعدها خدت بطوله وقلت خلاص جبت بطوله، جبت بطولة كاس الاتحاد والحياة بالنسبة لي حلوة. ايه اللي حصل؟ لو كابيتال وان مش كاس الاتحاد، جبت كابيتال وان وقلت خلاص بالنسبة لي الموضوع زي الفل، جبت كاربن كاب اول بطولة في الموسم وخلاص بقى الحياة هتبقى حلوة، اخش قدام مانشستر ادعكهم نفس الكلام اللي كنا بنقوله الدور الاول، دخلنا قدام مانشستر خدنا على دماغنا. بس يعني حاجة انا عايز افهمها، هو ادرسون مقتنعين بيه ان هو حارس مرمى ذو مواصفات اللي احنا عايزينها، اللي هو بيعرف يلعب برجليه كويس، بس هو عنده ابجديات حراسه المرمى وعنده مشاكل، اللي هو ممكن يطلع لك كره ما تطلعش زي كره كريم بنزيما الماتش اللي فات، ويلبسك كره عبيطه جدا زي كره مارسيال النهارده. يا جماعه معلش، هو الواحد بس يعني ما بيحقدش على مانشستر يونايتد او بيكره مانشستر يونايتد، بالعكس جدا، احنا جيل اتربينا على سير اليكس فيرجسون والفرقه الجميله بتاعته والفرقه الحلوه قوي اللي احنا كنا متعودين ان احنا نحب عالم كره القدم بسبب الشياطين الحمر. انما بصراحه مانشستر يونايتد الحالي هو مانشستر يونايتد نسخه رديئه، او مانشستر يونايتد نسخه رخمه قوي، اللي هو مش مانشستر اللي ينزل على ملعبه وسط جمهوره محتاج 3 نقط ينزل يلعب جيم دفاعي ويستنى الخصم اللي قدامه يغلط. طب ده يوصل دوري ابطال يعمل ايه؟ ده يوصل دوري ابطال يعمل ايه بجد؟ يعني ممكن انت تكون عايز فريقك توصل ده، بس بعد ما توصل دوري ابطال هتعمل ايه؟ تطلع من الدور الاول او دور 16؟ عملت تارجت للموسم انك توصل لدوري ابطال، وبعد ما وصلت دوري ابطال هتنزل هتخش تتهزق؟ بعدين انت مانشستر يونايتد اسم كبير جدا في اوروبا، بس عادي الناس بتنسى. اهم حاجه بالنسبه لها انك كسبت مانشستر سيتي. حضرتك انا خسران 6 ماتشات قبليك النهارده، او خسران 5 ماتشات عشان خسران منك الدور الاول، يبقى انا خسران منك ماتشين، يبقى عادي يا معلم مش هتفرق معايا كتير. بس هل المكسب ده يفرق معاك؟ انت كسبتني النهارده، انت ضامن انك تكسب الماتش الجاي؟ مفيش، لان انت مش عارف النظام بتاعك ماشي ازاي. بتلعب 4 3 3 4 2 3 1 4 1 2 1 2، انت بتلعب بقى طريقه مع جون سولتشار، ما حدش فاهم اي حاجه. اقول جون سولتشار باي مباراه بيلعب خطه، اي مباراه بيعمل تكتيك، اي مباراه بيخترع اي حاجه، ومع ذلك بتلاقيه بتسلك قدام الفرق الكبيره بس علشان خاطر ياخد البروباجندا وياخد الشو ويطلع يعمل كده للجمهور، اللي هو حبيبي اساسا جمهور الاولد ترافورد بيلعن اليوم اللي شافك فيه، جاي تعمل لي كده وشوفوني وانا ايه يا عم؟ انت كسبان ماتش مالوش 60 طلب، انت مركز خامس دلوقتي توصل لليوروبا ليج، ده لو عرفت تحافظ على المركز الخامس من ولفرهامبتون وشيفيلد. يا عم انت لعب ماتش مالوش 60 طلب، هتقول لي تكتيكيا عظيم؟ ايه تكتيكيا عظيم ايه؟ بالنسبه لك انت ايه التحولات الهجوميه؟ كنت بتعملها الدور الاول على راشفورد وسرعات راشفورد، النهارده ما عملتش اي حاجه، انت النهارده جايب جون من فاول غريب وجايب جون من تهور حارس مرمى. عارف ان كلامي مش هيحبه جمهور مانشستر يونايتد واي جمهور مش بيشجع مانشستر سيتي، بس هي دي الحقيقه. مانشستر يونايتد فريق سيء، فريق سيء سيء. ممكن تقول لي برونو فرنانديز ممتاز، اقول لك صانع العاب ممتاز جدا، بيعرف كويس يستغل تقدمات الفرق، وبيعرف كويس قوي يلعب ما بين الخطوط بتاعتها، وبيعرف يلعب ما بين الديفندرات، وممتاز جدا ولاعيب عنده رؤيه وبيعرف يعمل اسيستات، بس الراجل ده هيتعب معاك في المرحله الجايه، برضه هيبقى زي بولبوك هيقدم لك شهرين، وبعد كده لما يلاقي الموضوع ممل في النادي هيزعل بسرعه. بص هو مكسب ممتاز ليك ان انت بتنافس على المركز الرابع وخلاص ما بينك وبين تشيلسي 3 نقط، بس انا اضمن لك من دلوقتي انك مش توصل للمركز الرابع اطلاقا، هتتعصر قبل ما تفكر انك تنافس تشيلسي. بص هو كده كده الف مبروك ليك، انا عارف ان انا حقد عشان انا خسران منك، ودي طبيعه ان انا خسران، وانت من حقك انك تزيد، ومن حق الراجل اللي بيكسب ان هو يقول اي حاجه، من حق تقول له جون سوشيال مدرب عظيم وعارف يوقف بيب جوارديولا وعارف يوقف لعيب بيب جوارديولا. هو هتنسى تماما ان لعيب بيب جوارديولا السنه اللي فاتت كنت انت ملخصهم في جملتين بس، دافيد سيلفا و
كيفن دي بروين، كنت انت بتلخص فرقتي السنه اللي فاتت على الناس دي، والناس دي ما كانتش موجوده النهارده، بس مع ذلك انت هتتغاضى على كل ده وتقول ان انت كسبت. بص كلام كتير بس انا حاسس ان انا طولت معاك. هقول لك، لو عملت لايك وسبسكرايب يبقى شكرا ليك والله وانت راجل سوق، لو ما عملتش فشكرا انك عديت من جنب الفيديو.